فازت مصر ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمركز الثاني الدرع الفضي لجائزة الإدارة المبتكرة من الجمعية الأفريقية للإدارة العامة عن منظومة المسابقات المركزية المتضمنة بوابة الوظائف الحكومية ومركز تقييم القدرات والمسابقات، وذلك من بين 57 مشروعا ومبادرة مبتكرة تلقتها لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة مقدمة من عدة دول بالقارة. تسلم الجائزة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ، وذلك خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة التنفيذية للرابطة الأفريقية للإدارة العامة والإدارة، حيث يشغل نائبا لرئيس اللجنة عن مجموعة دول شمال أفريقيا والتي انعقدت بزامبيا.